في التاسعة سهرة خاصة مع الفنانة الكبيرة سيمون بنت شبرا التي تحتل مساحة كبيرة من ذكرياتنا. ماذا قالت عن عمرو دياب الذي شاركته بطولة فيلم آيس كريم في جليم؟ خرجتي من الفيلم وانت حاسة انك كسبانة ولا خرجتي وانت حاسة انك خسرانة؟ لا انا عمري ما ببص ولا مالك بيا مالك بيا مالك بيا. سكتي حبة وبعدين قلتي بس ما حصلش. لا جو الحوت مع الجوزاء بلاش منه. لا والله ده شغلانتي بقى هنا كمذيع. سيبك ان انا قعدت وقعدنا نغني ونسقف ده دي شغلي. التاسعة مع يوسف الحسيني سهرة خاصة. أول أيام عيد الأضحى المبارك على قناة مصر الأولى.